اخوان نكمل الجزء الثاني من محاضرتنا اللي هو المانوز، اللي هو الطريق الثالث من الكومبلمنت اللي هو المانوز بايندينج لكتين باث واي. صار عندنا الكلاسيكال باث واي، الالترناتيف باث واي، والمانوز بايندينج لكتين باث واي. اذا نجيب مثلا عدد، وايضا لازم تبين شويه بشنو كل واحد متخصص مو متخصص، ايش يعتمد، منو يحفزه، ومنو سي مثلا سي 3 كونفرتيز بي، سي 5 كونفرتيز بي، شو يشتغل المعقد بعدين هو متشابه. لكن بدايه كل واحد من هاي التفاعلات اللي هي الانزيميه يكون شوي مختلف عن طريق الانتيجين انتي بودي كومبلكس او بشكل مباشر مثل الكلاسيكال باث واي. وبعدين تبدي الوحدات اللي هي الاساسيه اللي هي سي 1 والى تبدي حد السي 9، كون معقد المعقد يبدي من السي 5 لحد السي 9 ويسوي لنا سيرلايسز اللي هو يسمونه الماك، او بعدين اكتب لكم شنو. اذا وصلنا الى هسه طبعا، والالترناتيف ايضا يحتمل على وجود بعض التراكيب، بعض يعني المواد الكيميائيه المعقده مثل الانيولين، مثل الزيموزان اللي هو عباره عن سكريات متعدد موجود بالسيرول مال اليست او الخمار. عندنا ايضا كذلك الاجريجيشن او الليبوبوليساكرايد، الاندوتوكسين، وايضا البوليساكرايد اللي موجوده بالسير وول مال الجرام نيجاتيف بكتيريا مثلا، والاجريجيشن من الميونوجلوبين. هاي كلها تحفز الالترناتيف باث واي. المانوز بايندينج لكتين باث واي منو يحفزه؟ من اسمها هاي التراكيب الكيميائيه اللي هي ارتباط المانوز باللكتين. فالمانوز بايندينج لكتين باث واي از هومولوجاس تو كلاسيكال باث واي، ويكون اذا هو عباره يكون مشابه للكلاسيكال باث، لكن but with optioning مانوز بايندينج، لكن بوجود ذني اللي هن التراكيب اللي هو عباره عن الام بي ال اللي هو المانوز بايندينج لكتين، وايضا الفيكولينز. وجود ذني ان هن المانوز بايندينج لكتين ووجود الفيكولينز بدلا من السي 1 كيو. اذا نجيب شنو الديفرنسز؟ ذا ديفرنسز بتوين، اذا الفرق ما بين الكلاسيكال والمانوز بايندينج لكتين باث واي هو انه يعني تقريبا اكو اختلافات بال السي 3 كونفرتيز والسي 5 كونفرتيز، والمواد اللي تبدي لنا او تسوي لنا انشيشن لكل واحد. فهنا أنا مثلا عندنا المانوز بايندينج لكتين والفيكولينز تستبدل لنا السي 1 كيو بعمليه التمييز، يميز لنا الانتيجين انتي بودي كومبلكسز. And this pathway is activated by، إذا شو يصير تنشيط؟ عن طريق ارتباط المانوز بايندينج لكتين إلى بقايا أو الثمائل بالنسبة للمانوز أو تراكيب المانوز اللي موجودة on the pathogen surface على سطح الممرضات أو الباثوجين أو الكائنات الحية الدقيقة اللي هي النان سيلف أنتيجين. وهذا بعدين which activate the شنو مانوز بايندينج لكتين associated سيرين بروتيز. اذا هنا عمليه ارتباط المانوز بايندينج لكتين بالمانوز اللي موجوده على الباثوجين سيرفيس راح ينشط لنا المانوز بايندينج لكتين اسوسييتد سيرين بروتيز اللي هي يسمونها الماسب 1 والماسب 2 اللي راح تشبه منه السي 1 ار. احنا هذا قلنا عباره عن سيرين شنو قلنا؟ سيرين بروتيز اللي هو سي 1 ار، وسي 1 اس عباره عن ايضا انذر سيرين شنو بروتيز. فهنا الماسب 1 شوف حلت مكان من؟ مكان السيرين بروتيز اللي هو يمثل لنا كان السي 1 ار، والماسب 2 حلت مكان السي 1 اس اللي هو كان عباره ايضا عن انذر سيرين شنو بروتيز. اذا هنا السيرين بروتيز بدل السي 1 ار والسي 1 اس بال كلاسيكال باث واي راح تشتغلها منه الماسب 1 والماسب 2، وايضا السي 1 كيو حلت مكانه منه المانوز بايندينج لكتين بالاضافه للفيكولينز. فهالشكل يسوي مجموع نقاط، هذا هيك هنا وهذا هنا، هذا هنا يمثل السي 1 كيو، هذا مقابله يمثل شنو المانوز بايندينج لكتين والفيكولينز. بالنسبه للسيرين بروتيز عباره عن السي 1 ار والسي 1 اس، هذا وين؟ بنظام الكلاسيكال، النظام التقليدي. بينما الماسب 1 والماسب 2 تكون وين تشتغل؟ هي عباره عن السيرين بروتيز بالمانوز بايندينج لكتين. اعتقد بسيطه بس يراد لها شوي واحد يركز. which can then split، اذا هاي مثل ما هناك ايضا السي 1 ار والسي 1 اس تسوي لنا كليفج او تسوي لنا سبلتنج، تشتغل السي 4 للسي 4
اي والسي 4 بي وبعدين السي 2 للسي للسي 2 اي والسي 2 بي نفس الشيء. هنا راح الماس بون والماس 2 هي تكون عباره عن سين بروتيز، وهو يعمل على الوحده الاساسيه اللي هي رقم 4 والوحده الاساسيه اللي هي 2 وتشترها الى السي 4 اي والسي 4 بي والسي 2 اي والسي 2 بي. واضح؟ اعتقد واضحه يا اخوان، بس يراد لها شوي يعني، واحد يحط هاي هنا ويحط هاي هنا يعني كلش بسيطه مو صعب والله. فراح يتكون عندنا الكلاسيكال سي 3 كونفرتيز از ان كلاسيكال باث واي، وايضا نفس الفكره راح تتكون عندنا المعقدات اللي تعمل كسي 3 كونفرتيز وسي 5 كونفرتيز مثل ما في الكلاسيكال باث واي. الفي كولينز ار هومولوجس تو، واحنا قلنا هنا العوامل اللي تسوي لنا اكتيفيشن انشيشن هي في كولينز، فالفي كولينز ايضا هو عباره عن هومولوجس تي مانوز بايندينج لانكتين اند فانكشن فيا، وايضا يعمل ك ماسب ان سيميلر واي، يعمل كشنو؟ يعمل كماسب اللي هو المانوز بايندينج، يعني مانوز بايندينج لاكتين اسوسييتد سيرين بروتيز، نفس الفكره بالنسبه للفيكولينز. هذا ما يخص طبعا نظام المتمم. النقطه المهمه الاساسيه ايضا هو الكومبلمنت. اذا هسه اخوان صار عندنا طبعا بس نسينا الملاحظه اللي قلنا عليها، الماك اللي هو هذا المعقد اللي يتكون من السي 5 والسي 6 والسي 7 والسي 8 وبعدين السي 9، هذا يكون يسمونه معقد الماك. شو اسمه؟ الماك اللي هو مختصر ممبرين يعني الغشاء اللي راح يشتغل على الغشاء الخلوي ويحطمه ويسوي له الاسيد. والاي هي عباره عن اتاك يعني الهجوم، والسي هو عباره عن شنو؟ كومبلكس معقد. اذا هذا السي 5 سي 6 سي 7 سي 8 سي 9 يسمون الماك، هذا اللي يتكون بعدين اللي هو مختصر الى الممبرين اتاك كومبلكس. خاف يجي شنو الماك؟ ممبرين اتاك كومبلكس اللي هو المعقد اللي يتكون بنهايه المتمم لكل طبعا الانواع، سواء كانت الكلاسيكال باث واي او الالترناتيف باث واي او المانوز لكتين او مانوز بايندينج لكتين باث واي. اوكي يا اخوان، فمهم جدا الكومبلمنت. يجي سؤال اما عدد او وضح او وضح الفرق، فيعني اتمنى انه تخلي الثلاثه وتحط شنو الفروقات، شنو اللي يبدي بدايه الانشيشن، منين شلون يبدي بالكلاسيكال، شلون يبدي بالالترناتيف، شلون يبدي وين بالمانوز لكتين بايندينج لكتين باث واي، ومنو يعمل ك سي 3 كونفرتيز، منو يعمل سي 5 كونفرتيز، منو يعمل كسيرين بروتيز. اوكي يعني الماس 1 ماس 2 بالنسبه للالترناتيف او العفو المانوز بايندينج لكتين. بعد شنو عندنا العوامل الاي والاتش اللي هي تسوي انكتيفيشن، مقابلها كل عوامل اللي هي الدي والبي والبروبردين او البي اللي تعمل تنشيط وتعمل ايضا كسي 3 كونفرتيز وسي 5 كونفرتيز. ويبقى عندنا المعقدات اللي هي تكون من الوحده الوحدات الاي الفور والاي وال2 وال هاي تعمل كسي 3 كونفرتيز، من اضاف لها ال3 تعمل كسي 5 كونفرتيز، وبعد يتكون معقد مع شنو ال السي 5 والسي 6 والسي 7 والسي 8 والسي 9 وتعمل كتيوبولز كهالو تيوبولز يعني بداخل الغشاء البلازمي او السيتوبلازمي او الخلوي كلها نفس الشيء طبعا، وتسوي ديسربشن للاوزموسز بالانس اللي هو التوازن الاوزموزي، وبالتالي يصير عندنا السيل لايسز عن طريق الماك اللي قلنا عليه. اوكي يا اخوان جدا مهم. فنجي هسه الى شنو الاميون فانكشن بالنسبه للكومبلمنت، شنو الاميون فانكشنز او كومبلمنت تريجرز ذا فالوينج اميون فانكشن، يعني يحفز لنا او يقدح لنا الى مجموعه من الفعاليات من الوظائف المناعيه. اول شيء طبعا هو يعمل كأوبسنا، يعني قلنا شنو الأوبسنايزيشن او الأوبسنينز، عوامل من ضمنها عوامل متمم، وقلنا الميونوغلوبولين جي مو صحيح ولا لا؟ وهذه اللي تحوط لنا سواء عمليه ابسنه تحيط لنا بالمستضد وتجعله اكثر استساغه، مور بالاتابل
اكثر استساغة، صح ولا لا؟ يعني مثل ما انت تاكل لك لفش تحط لها مقبلات، فالمقبلات حتى تجعلها اكثر استزاغه، فهذه الاوبسن انت يعني مثل المقبلات تجعل المستطيل اكثر استزاغه حتى تعمل عليه الخلايا البلعميه. اوكي، اذا هسه الاوبسنايزيشن بروموت فاجوسايتوسيس، شوف شلون يعني هو عمليه الهضم، عمليه الاكل. شوف حتى يعني هم من يحطون المصطلح يعني يقصدوه ترى مو جاي من فراغ. ف الاوبشنايزيشن هو جعله اكثر استساغه، مثل ما نضيف بعض المقبلات للطعام حتى نجعله استساغه حتى ناكله نبلعه، فهو بروموت فاجوسايتوز. الفاجوسايتوز شنو هو؟ هي بلعم التهام. اوكي، وايضا عوامل جذب كيميائي تجيب لنا الخلايا البلعميه وتجيب لنا الخلايا البلاعم الصغيره اللي هي النيوتروفيل او البلاعم الكبيره الماكروفيج، فتعمل كيموتاكسيز يعني كيموتاكتيك فاكتور، عوامل جذب كيميائي تسوي ريكروتمنت لمن للخلايا المختلفة، للخلايا الالتهابية المناعية إلى السايت اوف انفكشن أو انفلاميشن. فبعدين شنو أيضا عندنا؟ الانفلاميشن باي اتراكتنج، شوف من تجي النيتروفيل تجي طبعا بها برو انفلاماتوري ميدياترز، تفرز سايتوكانز، تفرز مواد الفازو اكتيف امينز، يعني اذا كانت مثلا حتى مرات تجي الماسل تجي البيزوفيل، فهي بعد عمليه التهابيه مشتركه، وبالاضافه السايتوكانز والى اخره. ف انفلاميشن باي اتراكتنج ماكروفاج اند نيتروفيل، شوف اذا تجذب لنا الكيموتاكسيز عن طريق الخلايا الالتهابيه اللي هي مسؤوله عن العمليه الالتهابيه اللي هي الماكروفاج، وايضا عمليه البلعمه اللي هي الماكروفاج والنيوتروفيلز، خلايا اللي هي العدله اللي هي تكون بروفيشنال، قلنا من البروفيشنال فاجوسايتس، خلايا البلعميه المتخصصه. بعدين ايضا نسوي لنا لايسيز تحلل، ابوتوسيز اللي هي السيل بروجرام سيل ديث، الموت البروجرام سيل ديث، الموت المبرمج للخلايا اللي هو الابوتوسيز باي rupturing membrane of foreign cell، عن طريق مثل ما قلنا يحطوا منه يسوي cell lysis عن طريق تكوين هذا المعقد اللي هو الماك او الممبرين اتاك كومبلكس، ويسوي لنا rupturing of membranes of foreign cells للخلايا، مرات طبعا حتى يشتغل على السيلف سيلز. اوكي، فما نستغرب حاله الاوتو اميون ديزيز في حاله الهايبر سنسيتيفيتي اللي هو فرط التحسس. فهذني مهمه جدا اخوان بالنسبه للوظائف مال هاي تيجي اربع نقاط اساسيه، الفانكشن اوف ذا كومبلمنت، اذا هسه صار عندنا فانكشن اوف اميونوجلوبولين وفانكشن اوف ذا شنو كومبلمنت، هاي تيجي طبعا، وهاي الاشكال للاطلاع اخوان. بس مهمه جدا انه هذا الكومبلمنت جدا مهم، الانواع مالته الاساسيه الثلاثه اللي هو الكلاسيكال الترناتيف المانوز بايندينج لاكتين باث واي، وكل واحد شلون يشتغل بدايته وشلون طبعا النهايه مشتركه نفس الشيء، يعني لحد تكوين المعقد السي 5 هو يكون يعني مختلف، لكن من السي 5 للسي 9 هو نفسه معقد اللي هو الممبرين اتاك كومبلكس، واللي يسوي لنا بور تيوبيول داخل السيل ممبرين ويسوي لنا ديسربشن انمن لل الاوزموسيس بالانس وللايونات والسوائل، وبالتالي يسوي لنا سيل لايسيس. يبقى نركز على منو يبدي لنا، منو يميز لنا، منو هو يمثل لنا الكلاس، يعني يمثل لنا جزء تقريبا من المناعه المتخصصه اللي هو الكلاسيكال. المانوز بايندينج لاكتين يشبه الكلاسيكال جدا، يشبه مع وجود الفروقات اللي قلنا عليها، ويبقى الالترناتيف منو يحفزه، يعني بوجود التراكيب اللي هي سواء كانت ميكروبيه او للخلايا اللبائن او المامولز، ومثل ما قلنا مثل الانيولين، مثل عندنا زيموزان اللي هو موجود بالسيل وول اوف شنو لليست، وايضا البوليسكرايد لابوبوليسكرايد الاندوتوكسين يعني، وايضا شنو الاجريجيشن اوف اميونوجلوبولين جي. اوكي، فاعتقد يعني واضح ومهم هذا بالنسبه للكومبلمنت. اوكي، واي واحد عنده اي سؤال او استفسار انا حاضر، حتى لو يعني مو بوقت المحاضره، اي سؤال او استفسار، وشكرا جزيلا لكم.